هنتكلم النهاردة عن روشتة لعلاج القمل، قمل الرأس. لايسيد لسيون يفرك الشعر باللسيون ويترك لمدة ساعة، ثم يشطب في الماء والشامبو. ملاحظات على الروشتة: معظم الأدوية الفعالة في علاج الجرب فعالة أيضا في علاج قمل الرأس. لايسيد لسيون نيوسيد شامبو نولايس لوسيون أيتم شامبو تحتوي على بيرميسين أو تيراميسين، وهي فعالة في قضاء على القمل. يراعي إحناء الرأس الخلف أثناء التشطيف، لأن ملامسة هذه المستحضرات للعين يسبب إحمرار شديد والتهاب. لمنع عودة العودة بقمل الرأس، يجب على الطفل الذي تم علاجه تجنب الأطفال المصابين بالعدوى. كذلك يفضل معالجة الأطفال الآخرين المصابين بقمل الرأس كجزء من العلاج، وذلك للقضاء على العدوى تماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.